السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسعد الله مساكم بالخير والسعادة. اليوم راح ناخذكم بتغطية جميلة ومميزة، نتمنى أنكم تستفيدوا منها. عاد وصلنا عند الوالد المعالج والوسيم اللي زرناه الأسبوع الماضي، الوالد سعيد الحفيتي الله يعطيه الصحة والعافية. يقول من جيته ذيك اليوم لليوم الناس عليه مثل اليراد والدود وطفران طفران الفقير. بالعكس هذا باب أجر، باب أجر على فكرة، يعني فعلا باب أجر. والريال على فكرة الناس باليوم يجوا على 100 و200 شخص مسكين قاعد يوسم، وحتى يقول ضلوعي تعورني من كثر ما قاعد أعالج الناس. عاد اليوم راح ناخذ علوم ثانية أكثر ونستفيد ونفيدكم كذا. عاد اليوم انا جايبه اخوي الثاني، مثل ما تعرف الاسبوع الماضي وسمت اخوي واستاذ محمد مدير اعمالي اللي كان عنده العصب السابع، واخوي كان عنده عرق النسا والديسك. اليوم جايبه اخوي الثاني اللي عنده الفقره الخامسه. عاد الحين هو بعاين اخوي وبحدد المكان اللي محتاج يوسمه او اذا محتاج او ما محتاج. عاد لذيك الحين براويكم بعض الانواع من الاعصاب اللي هو يوسم عنها، اتوقع صورتها المره اللي طافت، لكن يقولوا زياده الخير خيرين، خاصه ان هذه المسميات الناس ما تعرفها ولا تدري عنها، وفي ناس ما تعترف حتى بهذا الطب ولا تعترف بهذا العلاج ولا تعترف بهذا الامراض اصلا، كلهم همهم الا الطب الحديث فقط، هذه الامور ما تدخل عقلهم. لكن على فكره هذا موجوده من الزمان الاولي ومعروفه من قديم الزمان، واكثر الناس المعالجين الاولين يعرفوا هذه الامراض وهذه النقاط اللي كانوا يوسموا عنها الاوليين. ما عندك ديسك؟ ها ليش؟ انا فوق اول شيء سويت هناك كل هذا. شو والله بالديسك هذه شلون ظني؟ هذه ها؟ ايه في عوام. هذه اليوم انا وسمت عنه بوكس ثاني بعيني من العين. ولا هنا شو هنا؟ شو تعال شو هنا؟ ها ها؟ هذه ضربته شوفوا هذه هذه عاد هو قاعد يجهز الميسم حق اخوي الحين. ريولاتك تنتفض ولا؟ لا الامور طيبه الله يعطيه الصحه والعافيه. والدنا مسكين يقول لك باليوم قام يعالج اكثر عن 100 حاله وحليله، الله يعطيك الصحه والعافيه، كله باجره كله باجره في ميزان حسناته يا رب. الله يرزق السعاده والرزق من حيث لا يحتسب. هذا الميسم ليت وسم ليت وسم شو توسمني أنا عن شو؟ عادي الأمور طيبة. عدبتك عداب هالعوالم قام يجوك من كل صوب ها؟ يقول الفقير عدبتيني عداب أونه، الناس قامت تجي من كل صوب الفقير. قلت لي والله هذا كله بفضل رب العالمين وهذا باب أجر له والله. بالعكس المحتاج يعرف وين مكانك وياك الفقير مسكين. عرف دواء. هي مسكين. احنا له وسيلة. عسى بس ان الله يأجرنا على اللي قاعدين نسويه. اه سهل وزهب عمرك يا انك الميس وابوك انا. مثل ما شفتوا قبل شوية الوالد وسم أخوي عن الديسك الله يعطيه الصحة والعافية. المرة اللي طافت تكلمنا نحن عن الوسم وهو الكي، اليوم نبي نتكلم عن المسح. أنت تمسح الناس المرضى، أباك تخبرنا أنت عن شو تمسح بالضبط؟ أقول له طاقة مش أمسح عن الناس اللي هو المريض اللي ما عنده استطاعة للمشة أو عنده نفوس اللي يعني مخفية ما يستيها الوسم، أو عنده الريح يعني انتفاخ، أو عنده الرداخ اللي ما يستفيد من الوسم. يعني في هناك امراض ما تنفع وياها الوسمه، لازم يكون في مسح. لازم في مسح.
وهذا تمسحها في أماكن معينة بطريقة معينة؟ لا لا يعني بستر كان نفس أنا مرة ما خبرت عن الرجال. هي الرجال خبرنا عن الرجال. نفس أقول لك الرجال لا اللي عنده يعني ما يقدر بطنه ويمشي، عنده انتفاخ أو عنده مرض ما يستطيع الوسم، أو عنده رداخ إنه ما يستفاد من الوسم، أو عنده ريح يعني مغافي على قلبه وعلى فؤاده ما يقدر يتنسق، هذا أنا أتواصل معه. يعني هذا تتمسح من زين. أنت قلت عبارة إن اللي عنده مرض وما يقدر يتوسم، شو هذه الأمراض مثلاً اللي تخلي الواحد ما يقدر يتوسم؟ الواحد اللي خايف، ترى الواحد خايف ما يستطيع الوسم، هذا بقى أتواصل معه أمشي. هلو بخليه يخلص المكالمة ونرجع له. عاد ما شاء الله من دخلت المكالمات ما راضية توقف عن الله يعطيه الصحة والعافية. زين نكمل. أنت قلت إن في حالات مرضية ما تخليك توسم المريض، على أساس إذا أنت تضطر إنك تمسح هذا المريض أو إنه مرضه ما ينفع وياه الوسم لازم تمسحه. شو هذه الأمراض اللي معروفة عندكم أنتم إنه ما ينفع وياه الوسم لازم تمسح فيها؟ مثلا انت قلت توك الرضاخ، شو قلت النفوس، وقلت ان اللي ما يتحرك واللي منتفخ واللي عنده امساك، كذا مرض قلت. انا خبرت الحين ولا قبل هذا؟ انت خبرني اللي بتخبرني. خبرت قلت الحين الواحد اللي خايف من الوسم ما يتحمل يوسم له وعنده يعني شفت عنده الم يعني متأدي منه، بعدين امسحه واتواصل معه. او عنده واحد انتفاخ في البطن ووسمته مره مرتين ما يستفاد، انا اتابعه المسح هذا. هي يعني تسوي له مره مرتين ثلاثه مرتين. وفي زيت معين تسوي ولا زيت الزيتون ولا زيت مقراي عليه؟ لا 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 زيت الزيتون عادي، وفي يعني مثل بسيط يعني مثل اعشاب ومثل مثل ملح الدراني هذا سبحان الله. ملح الدراني يعني شوف هذا ايش يدوب بالدهون او يدوب مثل التهابات او يدوب مثل الشرايين الذي ما يقدر يعني الانسان يستطيع يتنفس منه اللي ما عنده تنفس. سبحان الله. وشيء ثاني ابويا، انا سمعت منك انت تقول انك تسوي اعشاب وادويه للمريض. ايوه هذا شو الاعشاب الادويه اللي تسويها وحق اي امراض انت تسويها؟ هذه الامراض تسويها طاقه مثل واحد ريله وتمشي ما يقدر يستطيع، ركبته عنده التهابات، عنده هذا ما يستطيع، عنده التهابات في المراسق يقول لي تعوس من هنا، انا هذا حط ادويه يستفاد، او في الريل هذا نوع، او في الركبه، او واللي حاولت يعني هي واحدة مكسورة ريلو او مكسورة كتفه او مكسورة ذراعه او مكسورة رقبته، اجيب العنزروت واخلط مع الدواء هذا مال الاعشاب مال يبل هذا. هي تسويها وتسويها للمريض؟ نعم للمريض. يعني تجبر الكسور بعد؟ هاي يعني معلومة جديدة الحين عرفت انه هو يجبر الكسور بعد، تسوي عنزروت. فما شاء الله انت بروحك موسوعة، فيعني انت لازم الشخصية عندك وانت تشوف العوق اللي عنده وتحدد شو تسوي له، يا توسمه يا تمسحه او تسوي له الادوية اللي هو محتاج انها، صح؟ نعم. يعني انت ما تاخذ كذا، يعني لازم تفحص المريض وتحدد العوق اللي عنده، عقب تنعت له الدواء، اكان وسم اكان مزح اكان دواء اكان شو ما كان. نعم. الحمد لله ما شاء الله انا جيت عندك ثلاث حالات انا شخصيا شفتها قدامك، الحمد لله تحسنت حالتهم. مثلا عند استاذ محمد كان عنده العصب السابع اللي يسموه المبرقعه، الحمد لله الحين رجع بخير، وكذلك اخوي الثاني كان عنده عرق النسا وعنده الدسك ما شاء الله، يعني هناك في المستشفى قالوا عنده والله الفقره الخامسه، لكن يوم جبت عند الريال طلع عنده الدسك وعرق النسا، ومن وسم الحمد لله رد حالته أحسن بوايد 85% تقريبا عن حالته الأولية، ولا كان قبل ما يحس بأطرافه وما يحس بريوله كله تنمل. يعطيك العافية، ومثل ما قلت نحن أنت باب أجر انفتح لك من الناس اللي تيه. بعد فكرة هو قاعد يقول أن من يتيني الناس ما قاعدة توقف عنك، ها يقول تليفوني ما راضي يسكت، فأنا قلت لي هذا باب أجر، يعني الحمد لله رب العالمين فتح لك باب أجر أنك قاعد تسعى أنك تخدم هذه للناس. يوك الناس تعبانين ولا ما يوك تعبانين؟ لو ما كانوا محتاجين وصلوا غاية عندك؟ فالناس يوك تقولي من السعودية من الكويت وما أدري من دبي من العين من أبوظبي من كل مكان جايين الناس المرضى، المهم جايين يدوروا لهم دواء عن المرض والعوق اللي عندهم. فيزاك الله خير وفي ميزان حسناتك، ومثل ما قلت المرة لطافت يا جماعة الخير والعيد، حين أعيد الريال ترى يسوي لي وجه الله وما ياخذ درهم واحد،
يعني يسويه من باب الأجر، فيعني اذكروا الريال بالخير وادعوا له بالخير، ترى الريال يقضي حوائج ناس كثيرة في ظهر الغيب، رب العالمين أدرى باللي قاعد يسوي الريال، والريال ما ياخذ ولا درهم على أي مريض يجيه، حتى يعني الأشياء اللي يسويها ويبه كله من جيبه ما ياخذ درهم واحد، وأي واحد يقول كلام غير هذا ترى بيننا وبين القانون، ترى الريال أنا هذا تعاملت معه عدة مرات، فالريال ما ياخذ درهم واحد يسوي لوجه الله، هل كلامي غلط؟ لا الله صحيح. أنت شو ليش تسوي أنت كل هذا؟ أبتغي والله سبحانه وتعالى. شفتوا يبتغي أجر رب العالمين. نعم. فيعطيك العافية أحب الواحد يشفي على يديه ويشفي الله، أنا أتسبب والله سبحانه وتعالى هو الشافي. أكيد لا يشفي الدواء ولا يشفي الإنسان، يشفي الله. أنا أدعي، أنا عالق هذا الإنسان ويا ما خلص منه أدعي له وتعود عليه وقرئ عليه بما الله سبحانه وتعالى فتح لي. اللي يسألني عن مكان الوالد، شوفوا معي هذا طريق وم، وهذا مسجد ومقصب وم، هذا هو مقصب وم، أهل دبا كلهم يعرفوه، ودخلوا الجوجل بعد كتبوا مقصب دبا راح يجيبكم هنا، هذا ها المقصب مقابل المقصب على بعد حتى 50 متر، 50 متر هذا شوفوها مقصف دبا، مقصب دبا هذا المسجد الصغير، الوالد هذا مزرعته تنصو بهذا المكان، شيء أتوقع ما يضيع المكان، طريق وم، هذا شارع وم، وهذا المقصب مقابل المقصب ها، هذا المسجد بتحصلوا البيكابات هذه وهذا الشريشة وهذا باب المزرعة.